صباح الخير. النهارده 3 ايام بس على بطوله العالم على دبي برو، اقوى بطوله السنه دي ان شاء الله. تعالوا كده ايه بسرعه اوريكم اخر مستوى وصلنا له، انا متحمس قوي اشوفه. يلا بينا. يلا اسد واقف بشجاعتك، اديتني ضرس بشطارتك، الدنيا بحالها بتاعتك والعالم رهن اشارتك، الامل انت اللي كتبته والتعب انت اللي تعبته، وفرضت علي سيطرتك وفرضت علي سيطرتك، انت الانجاز. فخور باللي انا وصلت له، الحمد لله عملنا كل اللي علينا، مش عارف كنا ممكن نعمل ايه اكتر، ولكن الحمد لله انا مبسوط من النتائج. مستوى جديد، عيله جديده، شكل جديد، ان شاء الله باذن الله هنكسر الدنيا وهنحتفل مع بعض. استنوني يومين راجعين من الدهب، يومين وراجعين